مرحبا بك. بداية سيدة بشرى، ما موقفكم أنتم ك يعني من قرار الإعدام الذي صدر بحق والدك من قبل الميليشيا في صنعاء؟ بصراحة القرار جدا صادم لنا، خصوصا أنهم لم يسمحوا للمحامين بالدخول إلى قاعة المحكمة، كما أنهم لم يسمحوا لعائلتي بالحضور إلى المحكمة، وهذا دليل بأن هناك لعبة خفية. كون كما أعرف أنا أو كما يعرف العالم بأن المحكمة يجب أن أو إصدار الحكم وجلسة المحكمة يجب أن تكون مفتوحة للجميع حتى يحضرون ويسمعون، ويحق لمحامي الدفاع أن يدافع عن والدي بكل ما يملكه من أدلة. نعم، التهم التي وجهت لوالدك ما هي؟ بصراحة أنا كوني مغتربة في السويد فما عندي خبرة، ما عندي معلومات كافية، بس كما قرأت ببيان الحوثيين بأن التهمة هي التخابر مع دولة أجنبية. وطبعا كل معارف والدي، كل أصدقائنا، كل الأهالي، كل الأشخاص الذين يعرفون والدي هم متأكدين من أن هذا الخبر كاذب 100%، والكل ينفي هذا الحكم، ولا أحد قابل لهذا الحكم كونه الظالم. وأنا عني شخصيا أناشد كل عقلاء الحوثيين، أناشد السلطات، أناشد المنظمات الحقوقية الدولية بإيقاف هذا الحكم بشكل فوري وإخراج والدي وأخي بأسرع وقت ممكن. نعم. وأناشد بإخراج جميع الأبرياء الذين. نعم. طيب بشرى، بخصوص صحة والدك وحالته النفسية، هل لديكم أي معلومات؟ هل زاره أحد من أقربائك هناك في سجن الميليشيا؟ عائلتي زارته أكثر من مرة، بس بصراحة صحته جدا متدهورة، وخصوصا بعد سماع هذا الحكم فأكيد ستكون صحته جدا. بصراحة أنا مش حابة أتكلم على والدي بطريقة سيئة. نعم. كمشاعريا انه انا مش حابه اتكلم على والدي بهذه الطريقه، بس اتمنى انه يكون بصحه جيده، وانا متاكده من انه والدي واثق من حاله، ومتاكده انه هو قوي، وباذن الله سيطلع بريء وسيخرج وهو رافع رايه الحريه والسلام. نعم. بشرى، هل هناك تواصل مع منظمات دوليه وايضا حقوقيه مهتمه بهذا الشان من اجل ايقاف هذا القرار؟ نعم، أنا كوني عايشة هنا في السويد تواصلت مع Human Rights، وتواصلت مع Amnesty، وتواصلت مع كذا منظمة لحقوق، مع أكثر من منظمة لحقوق الإنسان، جميعهم تجاوبوا معايا وأخذوا المعلومات الكافية عن والدي، وحتى وزارة الخارجية السويدية تدخلت في الموضوع كثير منهم، وأخذوا المعلومات عن والدي، عن الاسم، متى اختطف، نعم، ولماذا أصدر الحكم. فالحين هم جارين في الموضوع.